في صورة كانت مش عارفة هي معانا ولا لا دلوقتي، نشرت على بعض صفحات الشخصية للزملاء الإعلاميين، محمد الباز، نشأة الديهي، أحمد موسى. دي كانت صورة بتجمعكم أنتوا الأربعة بعد الانتخابات مباشرة. في حاجة حدث كان فيه سيادة الرئيس. الصورة كانت للناس كتير ومنهم إزاي التجميعة دي؟ عملتوها إزاي؟ ده إحنا لسه من يومين كنا بنعلن تأييدنا بشكل كامل المنافس لخالد البلشي، وفي نفس الوقت لا مش سايبين خالد البلشي، يعني مش مجرد اعلان تأييد فقط. ازاي عرفتوا مين اللي يعني تقارب اكتر في الصوره؟ بصي هي دي الصوره بتاع هي شكل من اشكال نقابه الصحفيين. ان احنا في الاخر احنا انا كمان انت فاكر الصوره دي حضرتك؟ فاكرها اصلا ما شفتها يعني ده من ايام كانت يعني حملات. انا بس عايز افكر الناس بحاجه تانية لا علاقه بفكره. انا قبل الانتخابات كنت انا اللي بطرق ابواب المؤسسات، شفت ده فيها كل الناس وفيها كل بعض من خرجوا من مستشفى الصوره، استاذ محمد الباز، دكتور محمد الباز او غيره، او الاستاذ احمد موسى، او الاستاذ نشأت ما كانش ما بيننا تعامل لانه هو في مساحه غير مساحه نقابه الصحفيين. بس في الاخر انا وبالمناسبه كان ربما ما بين خصومه قانونيه كمان. فالقضيه مش هنا، القضيه ان انا انتقلت لموقع ممثل لهم مش ممثل، فخلاص كده اي كلام كانوا يعني من اللي هم مش مؤيدين يعني ديتك بشكل شخصي تتجاوز كل ده هو ده الرساله المفروض توصل. انا في الاخر انا عشان كده حبيت اتوقف في يوم ما ساذهب للدكتور محمد الباز في مكتبه عشان اتفاوض على حق زميل. ده وفي يوم ما طرقت بابه عشان اقدم برنامج الانتخابي داخل المؤسسه اللي هو بيرأس مجلس ادارتها ومجلس تحريرها، وقعد معايا على ترابيزه. الناس بس بتفصل بين هو كان في الدستور رئيس تحرير الدستور بتفصل ما بين المساحات المختلفه. انا بقى في اللحظه دي انا معبر عن كل هذه الاطراف، بس كمان تفسير حضرتك كل الناس دي ومعبر زي ما انا معبر. في الوقت ده التقطت لي 10,000 صوره مثلا او 5,000 صوره. الناس فرحانه بالنقيب الجديد فيهم كلها، فيها كلهم اطراف مختلفه. الناس توقفوا قدام ليه الصوره دي حقيقه؟ اكيد حضرتك جالك تعليقات عليها. طبعا الصوره دي لان زي ما بقول لك كده ان كان في ناس بتهاجمني بعنف ومش باي عنف، كانوا هم يعني شديد الشراسه في خصومتهم شديده ولدرجه وصلت لخصومه قانونيه زي ما بقول لك. كان ده ايام من الاعلان بس كمان بمجرد اختياري انا نقيب فتجربت هؤلاء من كل شيء شخصي. دي كلها كان النقيب فقط اللي بيتعامل خلاص. انا مش خالد البلشي روشيت حضرتك لانقاذ. انما في الاخر هل اختلفت مواقف الرؤيه السياسيه او الرؤيه حتى للاوضاع عن بعض؟ او ما زالت هي الاختلافات ما بيننا ستظل في الرؤيه وفي الراي. انما خلاص انا معبر عن كل القطاع، انا هدافع عن كل دول، عن كل الناس في المهنه. او بالمناسبه ربما احاسب هو نقيب الصحفيين اللي كانوا واقفين معايا، ربما احاسب حين ترديني شكوى. فالتجرد ده من ما فات هو ده جزء من انك تكون نقيب لكل الصحف.